اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم واحد الحلوه اللي كتجي هي ساهله بثلاث مكونات اساسيين، ساهله في التحضير بدون فرن، حلوه الطرون كتجي غزاله بزاف، كتعجب الصغار والكبار، ونتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وتردوا لي في تعليقكم الجميله اللي دائما كتفرحني انني نزيد فيديوهات اكثر فاكثر. وندوزوا للمقادير. كيف ما كتشوفوا معايا غنحتاجوا كاوكاو 500 غرام ديال الشوكولاته البيض، الشوكولا للتزيين، وواحد 200 غرام حتى 250 غرام ديال الماريا، وتقريبا واحد 200 غرام ديال الكاوكاو او رابعه. كنقليوها، كناخذوا هذا اللي من جاهز كنقليو كيف ما غتشوفوا معايا كنقليها، وممكن لكم تدهنوا بالزيت وتخشيو في الفران، ولكن مقلي كيجي الد. غناخذ هذيك كميه الشوكولاط ونضيف لها واحد 4 المعالق ديال الزيت المائده كيف ما كتشوفوا معايا، وغنديرها على نار مهيله ونبقى نحرك في نفس الوقت، وغندوز نطحن بيمو، وغادا نطحن حتى كاوكاو نطحنو حتى يبان الزيت ديالو، ونضيفهم مع بعضهم ونضيف لهم حتى الشوكولاط الابيض. وغادا نضيف واحد المكون، يمكن لكم تضيفوا بودره ديال الحليب او نسكافي، كتجي حتى هي لذيذه، وانا كنفضل نسكافي كتعطي واحد المذاق اللي هو رائع جدا. وكنضيف هذيك الكميه الشوكولاته اللي دابت كيف ما كتشوفوا معايا. كنخلط هاد المكونات بربعه مع بعضهم، الشوكولات نسكافي الكاوكاو مطحون مزيان، وحتى بيمو ماريا او اي بيمو ممكن لكم تستخدموه غير ما يكونش فيه الشوكولات. صراحه كتجي لذيذه هاد الحلوه هذه، ونحاول انني نزرب باش ما يعني باش ما يجمدش لي الشوكولات دغيا، نديرو في القوالب ديال السيليكون ونديرو في الصينيه باش نتحكم فيه في الفريغو. كتوجد في 10 دقائق كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. غنخلط الخليط ديالي مزيان مزيان، ومن بعد نديرهم في القوالب ونزوقهم بالطريقه اللي حبت خاطركم. يمكن لكم تزوقهم بالشوكولاته البيضاء او الشوكولاته السوداء. انا فضلت واحد الشوكولاته كنشريوها من كونسوم، صراحه زوينه ورخيصه للناس اللي كاينين في اسبانيا. نتمنى انكم تجربوها لانها لذيذه بزاف بزاف. صافي هنايا كنمزجوا الخليط ديالنا مزيان مزيان، ونخليه واحد يعني ما كاملش حتى دقيقه، ودغيا نزربو نديرو في القوالب كما قلت لكم ونديرو في الفريغو. نخليكم مع الفيديو تتمه فرجه ممتعه. كنبغي نشكر الناس القدام على الوفاء ديالهم، وكنبغي نشكر الناس الجداد وكنقول لهم شكرا على انضمامكم للقناة ديالكم، وشكرا على التعاليق الجميله اللي دائما كتحفزني انني نزيد في فيديوهات، وكنقول لكم شكرا من هذا المنبر هذا. خليكم مع الفيديو كملوا حتى الاخر، لان هذه الحلوه تستحق التجربه، وكتجي لذيذه ورائعه جدا، وكتوجد في ثواني معدوده، وكت يعني حتى في المنظر كتجي رائعه جدا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، دمتم بخير مع قناتكم حنان ام امير تي في.